الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، لي أولاد كثر وأنا أفضل البعض منهم وأتودد إليهم مع أنني لا أميل للبعض الآخر، فهل علي شيء في ذلك؟ لا تظهري محبة أحدهم دون الآخر إظهارا، أما إذا كان هذا في القلب، تحبين بعضهم أكثر من بعض في القلب ولا تظهرين هذا أمامهم، هذا لا بأس، ولا تملكين أنك تعدلين بينهم في القلب، محبة القلب. نعم.